عندي رسالة. أنا قعدت 3 سنين مخطوبة وكنت مستحملها كل حاجة، وكنا بنتخانق ونتصالح كل مرة يقول لي ذهبك أهو، بس آخر مرة كنا حجزنا الكنيسة وأنا فعلا بحبه قوي وبحترمه قوي، وحجزت الفستان والكافور وكان فاضل 12 يوم على الفرح. اتخانق معايا علشان النجفة بتاعت أوضة النوم ما عجبتش أهله، فركش الجوازة وكسر قلبي وكسر فرحتي. يبقى من حقه حاجة ايه؟ طول 3 سنين مفيش ولا هدية، حتى يبقى من حقه برضو حاجة؟ انت بتتكلمي على الشبكة يعني تديله الشبكة؟ انا الله رسوت فركش الجوازة عشان نجفة؟ يعني تفركش جوازة قبل فرحك ب 12 يوم عشان نجفت اوضه النوم؟ تصدق وتامن بالله محترم، انا قعدت 4 سنين اوضه السفره بتاعتي متعلق فيها لمبه بسلك، ومراتي ما قالتليش فين النجفه بتاعت اوضه السفره. يعني يمكن ما كنتش مزنوق يعني عشان اجيب نجفه، انما كنتش فاضي، كنا عايزين نجيب نجفه مختلفه يعني كده في النهاية. ولكن نجفت ايه اللي تبوظ عليها جوازة؟ يا نهار اسود، هو عايز الشبكة بتاعته. انا رأيي اديله الشبكة بتاعته غرفة داهية يعني عشان نخلص. بتضحك يا بنوس؟